نعم سيدي، فضيناها أنا والنحال، نقلنا كل النحل. والملكة؟ أول وحدة نقلناها. اسمعوا يا شباب، بقيان 3 دقايق وبيبدأ دورنا بالأقمار الصناعية، جاهزين؟ يا جماعة عم قلكن سامع صوت نحل، شوف الخلايا يا غندور. والله يا سيدي شفناهم ما فيهم ولا نحلة. لا، لأنه مو وقت تقرصني نحلة هلأ، عندي اجتماع بعد المقابلة مع ملكة جمال العسل الهولندية، يعني مو حلوة أقابلها وشي منفوخ ورقبتي ورماني وكأنه حدا حاضضني ويمكن اتعشى معها. شفناهم ما في ولا نحلة يا سيدي. أوكي ماشي، لا مو من شان شي، بس خطرة على الحياة قرصة النحلة، لأنه أحياناً في نحل سام وخايف تكون شي نحلة غريبة مندسة بمناحلنا. اندس حدا بمناحلنا يا غندور؟ سيدي بعدين النحل قرصته مفيدة وبيعطي مناعة للجسم. ما بدي هالمناعة هلأ، تعطي مناعة. وغير هيك النحل ما بيقرص وزيره. راس هلأ بلا خف الدم غندور. أمرك. آسف سيدي. يلا افتتان استعداد. يلا عطونا 5 على الأول. يلا 5 4 3 2 سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم. نحن الآن معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم سوا على الهواء. معنا اليوم مسؤول هام نشيط مخلص ومتفان في عمله، رح يكون ضيفنا لمدة نصف ساعة. منرحب معكم بسيادة الوزير، وزير النحل والثروة الطائلة، عفواً والثروة الطائرة، الأستاذ محمود أبو الجود. أهلاً وسهلاً فيك سيادة الوزير ببرنامجنا. أهلاً وسهلاً. سيادة الوزير، منرحب فيك أولاً ونقول لك أهلاً وسهلاً على تلبيتك لدعوتنا. شكراً شكراً. بادئ ذي بدء أصارح إخوتي المشاهدين بأن المنصب الذي أتبوأه ليس امتيازاً أبداً، بل مسؤولية ثقيلة ملقاة على عاتقي أو معلقة في رقبتي ورقبة كل مسؤول كحجر الطاحون الثقيل. وكم كنت أود ألا أكلف بهذه المسؤولية وأن أبقى حراً طليقاً أتنقل كالنحلة من زهرة إلى زهرة، ولكن غيرتي على مصالح وطني ومصالح أمتي أجبراني على تحمل هذه المسؤولية. واسمحوا لي أن أردد على مسامعكم الآن قولاً حفظته، قولاً جميلاً حفظته منذ نعومة أظفاري: برئت ذمة الرجال ممن يجد أمته في معترك ويبقى متفرجاً ولا يمد لها يد العون والمساعدة. الله الله الله، كلام رائع الحقيقة. سيادة الوزير، هل تسمحون لي أن أسألكم بعض الأسئلة لو سمحتم؟ تفضلي أنس افتتان، أنا مستعد لأي سؤال.